على ذكر الجفاف، ده السؤال التاني بقى، وجالنا من سندس محمد بتسلم عليكي وبتقول لك كنت عايز اسال، هي بتشتكي ان شفايفها دايما جافه ودايما بتتشقق، تمام، وبتقول انا دايما برطبها باستمرار ولكن مفيش فايده، التشقق والجفاف مش بيروحوا ابدا، فكنت عايز اعرف الكلام ده سببه ايه. وكانت بتقول ان هي هتبعت لنا صوره بس يعني مش معانا الصوره، مش معانا الصوره. لو انا عندي مشكله داخليه الكريمات اللي بره مش هتشتغل كويس. الترطيب ده مهم جدا، يعني تفضل ماشي على المرطبات بتاعتها بس لازم تظبط الدنيا من جوه. المفروض انها تشرب ميه كويس قوي. مشكله الجفاف يمكن في الشتاء كمان نسبه الجفاف بتبقى اعلى، البروده طبعا الشديده نسبه الجفاف بتبقى اعلى، او الجفاف الجلد والبشره بيبقوا اعلى، فلازم تشرب ميه كويس قوي. ولازم تستخدم او تاكل اكل فيه فيتامينز بتعمل على ترطيب، زي فيتامين اي هايل للترطيب، زي فيتامين سي هايل للترطيب، او انا بنصح بمكمل غذائي يبقى فيه فيتامين اي وفيتامين سي مع الاكل الصحي. وهي معلش هو وقت الشتاء بيبقى فيه جفاف شويه، مهم ان هي مش طول، يعني لما تيجي مثلا تاخد الشاور بلاش ميه سخنه، الميه السخنه بتجفف جدا جدا، فلازم تاخد الشاور بميه فتره. الغسول بتاع البشره يبقى طبي، لان لو في اي مواد تانية او كحوليات او حاجه، الوايبس اللي بنمشي بنمسح بيه الميك اب بيعمل جفاف، فتستخدم غسول طبي لبشرتها وتركز في فيتامين بي. لازم غسول طبي، ما ينفعش الواحد يغسل وشه وخلاص؟ لا 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 لا، الصابونه اللي في الحمام دي نغسل بيها انزعجت مني قالت لك لا 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 بليز. الواحد يطص وشه بشويه ميه يا دكتوره وخلاص؟ لا ده كده جفاف رهيب، لا مش هينفع. يبقى الغسول الطبي بتاعنا ونستخدم على وشنا ميه فتره مش ميه سخنه، لان بتلاقي كتير ايه احنا عايزين نتدفى فنغرق نفسنا بميه سخنه، ده بيعمل جفاف. وتركز في موضوع فيتامين بي 12، فيتامين بي 12 برضو بيعمل لي تشققات حوالين البق.